المشكل ديال الواد الحار دابا هنا، هذا كيكب هذا الواد هنا، خصو يديروا له شي حل، لان الدراري الصغار كيجيو هنا ما كيعرفوش كيعوموا فيه. انا عا كنصيد هنا ما كندخلش ما كنعومش، ولكن الدراري الصغار بزاف كيجيو عموما ما عارفينش، مع العائلات كيجيو هنا كيعوموا، واخا كيجري عليهم هذاك المترناجر كيعاودوا يرجعوا. الناس ما عارفينش الرائحه، كاين الريحه بزاف مع هذا الصيف. دابا كتكون راه في الشتاء شويه، اما دابا كتكون ريحه خايبه. يعني الباركينغ لهي بعد الفوق ما كيبرك فيه حتى شي واحد، على حقاش الريحه تما بزاف. خصهم يحاولوا. هذا التماريس راه بحر زوين مخير، انا كنجيو لي حنا سنين، وكان عايش برا كنجي ديما هنا. هذا المشكل اللي كاين هو ديال الواد الحار، ما بالنسبه للامن وداك الشيء مخير والله مزيان. مدير البيئه وهادي، والناس كتعوم، كاين اللي كيشرب الماء، كاين اللي كل واش كيدير، وكيلحوا في هذه الوسخره. ما جاش، ما اول شفت هذا الشيء انا جاني في شكل ما جاني تاثرت بزاف. كنجي لهنا كان البحر زوين، ولكن مؤخرا جيت هنا، انا اول ما دخلت ما عجبنيش هذاك المنطقه، ما عجبتنيش. كاين الوسخ، كاين بزاف الحوايج ماشي هما هذو. الناس راه كتشوف، الناس راه كل شيء تتعرف وكل شيء. هذا ما عندي ما نقول بالنسبه للبلاج، راه ما عجبنيش بزاف ديال المساكن. كيبقاو يطلقوا لنا الواد الحار اخويا التحش، عشنا واش على ريحه كتولى اخويا. الناس ما كتلقاش فين كتعوم. ديك النهار عينينا ضرونا، ديك النهار بنادم كلشي بدا كيزف حوايجو، تم غادي هربان بزاف اخويا. واش فهمتي؟ ما واحد الريحه كتعمل شي في العينين اصاحبي. راه دابا جيت 10 سنين هاد المشكل، وانا من نهار داروا ديك القادوس ما كتلقاو فيه. ما كاينش اللي غيسمع لك بعدا باش غدير شي كاي، ما كاينش اللي من غديرها بعد. شكون مصور لك؟ ما مصور لنا شي واحد. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.